11 صباحا صارت عندنا حالات إصابة، وجهون أعداد أشخاص متظاهرين مصابين بطعنات منطقة الظهر، منطقة الصدر، طعنات مميتة أغلبها يعني تكون من جهة الظهر. طبعا الطعنات مو بسبب مشاجرة أو ما شابه، الطعنات أنه المتظاهر يمشي ويتعرض للطعن. عالجناهم، تحدثنا مع المصابين، حاولنا نفهم منهم ما سبب الطعنات. دخلت مجموعة كبيرة، أعداد ما يقارب 700-800 شخص، يدعون أنهم تيار الحكمة والمجلس الأعلى، بهتافات مدوية بشعارات. كل من حاول أنه يعترضهم أو يسألهم من أنتم، من تكونون، شنو سبب دخولكم، مباشرة يتعرض إلى الطعن. حالات الطعن اللي جتنا 6 شباب و3 بنات، طعنات مباشرة قاتلة.